طاقة التبخال التي تضم أعلى المرتفعات بالمغرب يضطر الكثير من سكانها إلى استعمال الحطب للتدفئة في ظل حرارة تنخفض إلى أدنى المستويات خاصة في الليل. وسائل تدفئتنا الغالبة هي الحطب، فالبرودة شديدة هنا وتحاصرنا الثلوج أحيانا لأزيد من أسبوع، فما لنا من وسائل تدفئة سوى الحطب. نحن في بحث دائم عن الحطب للتدفئة به، فهو المادة الأساس لغالبية الأسر المتواضعة. عمري كله لم أستعمل فيه سوى الحطب للتدفئة. استعمال الحطب في المنازل لا يخلو من مضار صحية قد تؤثر على الصحة، خاصة على الجهاز التنفسي باستنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون ما لم يتم اتخاذ الاحتياطات الضرورية. التدفئة بالحطب هو وقايتنا اليومية ضد البرودة. لا نشعر بخطورة الدخان، بل هو الذي يدفئ كل أركان البيت. المشكل جهل المخاطر ديالها كيشكل واحد الخطورة على الصحة ديال الساكنة، خاصة أن هذه الوسائل كتأثر بشكل كبير على الجهاز العصبي وعلى القلب وكذلك على الرئتين، الجهاز التنفسي. بين الوسائل الوقاية من هذه المخاطر استعمال هذه الوسائل للتدفئة لواحد الفترة زمنية محددة وتجنب ديالها خلال فترة ديال الليل، كذلك الحفاظ على تهوية المنزل خاصة الأماكن ديال النوم. الاحتياط أمر ضروري أثناء استعمال حطب التدفئة في البيوت، وكذا باستعمال كل وسائل التدفئة الأخرى من فحم حجري وبقنينات الغاز. قتيل و